علي يا بحدو. مرحبا فهد. علي يا بحدو. شريف تفضل. شريف شريف. يلا يلا. دخيلك يا ربي، حتى جوزي صرت محرومة من شوفته. ما بكفي عامليني خدامة، شغل ليل نهار لا طلع ولا فوته. لك حتى أبو حدو نسي العشرة ونسيني ونسي ابنه. رح فيقه وخليه يبكي، بركدا إذا أبوه سمع صوته عم يبكي بحن. أهلي يا بحدو. أهلي يا فهد. طمني شلون صرت؟ الحمد لله أحسن. هذا مو صوت حدو اللي عم يبكي؟ آه يمكن إيه. يستر على حريماتك، يستر على حريماتك يا فهد. اشتقت له، بدي اشوفه، قلبي نشف على شوفته. في وين ابو حدو؟ لتكونوا ضعفه؟ لسه ما جربت يا فهد، لسه ما جربت الضنا. الضنا غالي. الله يطعمك. ايه مالي شي، استبر لك كم يوم، كابر على حالك. شبنا؟ شو قصدك يعني؟ خلص بعدين تفهم. لا تخافي، يعني حلوانك عندي اكيد اكيد. شو ما صارها يعني حلوانك عندي. خلص لا تنسي لي شغله وطه. توكلي على الله ام صفوان. ولك رويدا، مو هي المقطعه ام صفوان؟ ما بعرف يا مو، بس والله يمكن هي. هي بعت لداء السل. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي، مرت عمي، امي عاوزتك. يي هي انتو، والله ما عرفتكم. يو اي، بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالع من بيت الشيخ جوهر. الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شويه وجع راس. قلت لروح لعند الشيخه زمزم، خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه. سمعتك عم تقولي لا تنسي لي شغله وضح. وضح. ايه قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. اسمع على الحكي، كمان بده يعني يروح شق على شاهر؟ يضرب هو وشاهر. بعمري ما حبيتهم ولا طقتهم ولا حسيت بلهفة ناحيتهم. لك يا أخي ما بطيقهم أصلاً. أنا ما حبيت بكل هالحارة هي غير واحدة بس، مقدها. هي أحلى كاستين شاي للأبضايات. يا مو، مين في عند أخوكي بالمضافة؟ أبو حدو. أبو حدو؟ يو عمي، وانتي ليش عم تبكي؟ اخوك ضربك شي؟ ايه شو فيها يا مو، اخوها وضربها بيموت. انتي سكري تمك ولا تتدخلي ولا كلمة. قلي لي يا مو، هلأ جوزك واخوك اتخانقوا شي؟ لا يا مو لا، بس انا متضايقة شوي. يو اضرب عليك على حظك المعتر. طيب لك امي، بركي جوزك جاي ياخدك عبيتك. اخدني عبيتي؟ ايه مو بعيدة يا تقبري امك، مو بعيدة. هلأ إذا وافق أخوكي بتقومي بتبوسي إيد أخوكي وإيد جوزك وبتطلبي من جوزك السماح. ايه؟ هو ياخدني على بيتي واللي بده يا بيصير. زهدي شبر، مو هداك يا بصياح؟ مين بصياح؟ هلأ ما عاد تعرفه لا بصياح مصري. ايه والله فكري شيء ابصياح، وينه؟ ماني شايفه. شحه قدامك قاعد على حجر عياش. لك ايه والله، قوم لنسلم عليه ونشوف شو عنده قصص جديده. انا قصص ما قصص، ايه بحياته ما عاد يكذب كذبه بعد البدن اللي اكله من ابو شرار. روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سلام. شلونك ابو ضاي؟ اهلين اهلين بالشباب. اهلين بالابصياح. اهلين بالابضايا. عدو عدو ابضايات عدو. لك 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 ابصياح، لك وشك كانه لساته ورمان لهلا. ابصياح، شو ما بدك تاخذ بطارك من ابو شرار؟ كل شيء وقته حلو ابو ضاي. والله لك انا مستغرب لك ابو ضاي، شلون بتخلي واحد مثل ابو شرار يعلم عليك؟ لانه انا بفهم بالاصول، لانه بيكون ابو شرار ابن عمه للعقيد ابو ادهم معلمي، ما حلوه مد ايدي عليه، بس لولا هيك والله كنت مسحت فيه الارض. شو بتساوي يعني؟ بمسكه من خوانيقه بنطحه على الارض. اي بدعكه 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 وبنحشه. ابو صياح، لك مو هذا ابو شرار؟ ها؟ وينه؟
لك استنى استنى، ما هو مو هو مو هو. ايه شو قلت لي بدك تعمل فيه؟ بدي افعصه بهالحجر. اوف، ليش فيك تحمل حجر عياش ابو صياد؟ ايه بحمله، بحمل ابوه كمان. شو يامو؟ راح صهرك؟ مين صهري؟ يو اسمعوا لهالسمع، شو مين صهرك؟ صهرك ابو حدو. قصدك اللي كان صهري؟ يو يو على السمع، شو قصدك امي؟ خلاص يامو خلاص، ابو حدو نسيها لشهيرة. يعني امي هو ما جاب سيرة شهيرة بنو؟ بنو؟ الزلمة جاي يطمن علي. هو ابنه؟ ابنه ما سأل عنه؟ ما طلب يشوفه؟ ما سأل عنه ولا شيء. بعدين يامو بحده معه حق، ويكتر خيره الزلمة، ستر علينا وما جاب سيرة لحدا عن هالقصة. لا تلومي يامو، لا تلومي. لا لا أبو أدهم مو هيك، أبو أدهم رجال معدل وقضايا وزقرت وكل عمره عايش على العز والنعم. لا أخي لا، أنت ما اشتلقت عليه كيف تغير لونه وصار بده يغير الحديث لما كنت عم تحكي عن حصة عفاف والورثة. يعني صهري أبو أدهم بده حصة عفاف من البوايك والبيت وما بده ياخد مصاري؟ إيه ما فشرت عينه؟ ما بيطلع له معنا شيء؟ بس والله صهري أبو أدهم بيحبنا وما بظن أنه صهركن عنده الله كافيه، ولا مفكر بورتة حرمته ولا برزقتها. وشلون صار جرحك يا أبي؟ الحمد لله يا أبي أحسن. الحمد لله. ديبو شبلكن سحارة المشموش؟ إيه ابن عمي يسلموا إيديك، بس سحارة واحدة ما بتكفيها، لأنه بدي أعمل مع عود ممروت ومع عود مفقش وشوية أمر الدين. بس تروحي على المزرعة جيبي شو ما بدك وفقشي ومرتي اللي بدك يا. ليش يا أبي أنت رح نروح على المزرعة؟ بهالكم يوم إن شاء الله يا أبي، أنا وصيت بنوري وبنتها يقلفطوا المزرعة كلها. وين قايم يا مو؟ يا مو بدي يطلع على بطي يرتاح شوي. طلع ريح يا أبي طلع. يلا تصبحوا على خير. وانت من أهله حبيبي. قومي سميحة شوفي مين. ايه على عيني. مين بده يجينا بهالليل؟ احكي له قصة تحسين مع بيت أبو محمد هلأ ولا بعدين؟ هذا عمي أبو سليمان يا أبي. اللهم اجعله خير. آمين. والله يا ابن عمي هالولاد تعبيني كتير، وسليمان مثل ما بتعرف من يوم ما حمل حجر عياش انكسر وصفي عطيلة، وسليم من يوم ما قتل رضا الله يرحمه ما بشوفه بالشهر مرة طايش حجره، وفارس كمان من يوم ما اتجوز راح سكن بالصالحية، وضليت أنا وهالحرمة وهالعطيلة سليمان بهالمزرعة منشتغل أنا وهالحرمة على قد مروتنا، وسليمان بيساوي كياس ورق، وكل ما جمعنا قرشين بيجي سليم بياخده، وفارس كل شهرين ثلاثة بيجي بياخد المونة وبيروح، وما بشوف منهم ولا نقلة. لا تزعل مني ابن عمي، انت دللتهم كتير بصغرهم، وسليم قتل رضا ظلما وعدوانا، وامه لرضا الله يرحمها ماتت من حرقة قلبها على ابنها، وبرضا لهلا ابنه ما عم يطلع من راسه، الدم تقيل وما بينتسى لك يا ابن عمي. سيدي المكتوب ما منه مهروب. ماشي يلا مساح وشك بالرحمن وصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. ايه ابن عمي درينا انه وضاح مجروح، شلونه؟ لا الحمد لله جرحه بسيط وعم يتعافى. الحمد لله على سلامته. اليوم الصبح لا درينا بالخبر، وبنهار ما بنقدر نجي مشان ابو رضا اذا شاف بده يتذكر ابنه ويفور دمه، مشان هيك جيت بالليل. اهلا وسهلا فيك، امتى ما اجيت البيت بيتك لك ابن عمي، عن اذنك شوي. الموضح رضاي عليك يساوينا لقمة عشاء لابن عمي ابو سليمان. اتكي وبيكون جاهز ابن عمي. قومي يا مو قومي ساعديني. يا